مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور، بنرحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم الطبيب. النهارده مشاهدينا فقرتنا مخصصينها لحضراتكم والاسئله حضراتكم الخاصه بالسمنه، يمكن جمعنا اكبر كم من الاسئله اللي بتجيلنا خاصه بالسمنه باستخدام الالياف الاراده اللي ما عندوش اراده ومش قادر يتحكم في اكله يعمل ايه، كل ده هنتكلم فيه النهارده وهنجاوب على اسئله حضراتكم. في مشكلة بقى كبيرة جدا بتخص يعني شريحة كبيرة جدا من الناس اللي دايما في شغلهم معتمدين على الأكل برا، أسلوب حياتهم وطريقة حياتهم بتحكم عليهم أو غصب عنهم إن هم على طول بياكلوا الأكل من برا الدهون المهدرجة. في ناس تانية اللي بتبقى عندها إرادة، ممكن إن هي خلاص خست بالفعل، بان عليها إن هي خست، يشوفها حد تاني إيه ده أنت فيكي مشكلة، أنت حاسة بأي تعب، أنت ليه هزلانة وضعيفة، ودي يا نور مشكلة بتقرك ناس كتير وبتخليهم يرجعوا لنقطة الصفر. بالظبط، بتهز ثقتهم بنفسهم، بتخليهم مش عارفين يستمروا على الخسسان اللي بيخسوه ولا يرجعوا يتخانوا تاني علشان وشهم يرجع يرد ويبقى شكلهم كويس تاني. طبعا من الكومنتات اللي بتجيلهم كتير شكلكم تعبان، شكلكم دبلان، بتبقى خصوصا البنات او الستات بتفكر طب اعمل ايه، ارجع تاني ولا لا. برضو رنا اتكلمت عن الاكل بره ومشاكله والسعرات الحراريه الكتير اللي بتكون موجوده فيه، في ناس ما بتقدرش انها تتحكم في نفسها ولا تتحكم في شهيتها ولا تعرف تخس زي ما رنا قالت كده، يخسوا من نفسهم ازاي، يخسوا من ازاي يقدروا يخسوا بطريقه سهله وامان، ده اللي هنعرفه النهارده. دايما احنا معودينكم طبعا في برنامج الطبيب ان كل داء وليه دواء ومفيش حاجه بتكون معانا ابدا صعبه، وخصوصا مع ضيفنا اللي بينورنا النهارده دكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذية الإكلينيكية والسمنة، أيضا عضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وعضو الجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي وإعادة التأهيل. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا نور، منورنا دكتور أحمد. ربنا يخليك يا رب. هيخسوا يمكن دكتور، مجرد ما يتفرجوا علينا هيخسوا مش كده؟ سحر خس، سحر هيخس تخيل روح. طيب في مشكلة فعلا وأنا شفتها مع واحدة تخصني وعشتها معاها، خست 20 كيلو بإرادتها، بمجرد ما قابلت ناس ما شفتهمش من سنين، انت تعبانه، انت هزلانه، انت ايه اللي حصل لك؟ والله العظيم مسافه شهر رجعت لنقطه الصفر تاني، وصلت ال100. دي مشكله كبيره جدا بقى انا قابلها، يعني كويس جدا انت طرحت السؤال ده. في كتير جدا جدا من الستات، ودي بلاقيها في الستات اكتر، يمكن الرجاله برضو شويه عندهم عزيمه. عندهم عزيمه. انا بكلمك على فكره الوش، 120 كيلو فاكيد وشك عامل كده طبعا، تمام. فبمجرد ما تنزل شويه وتنزل شويه فتقابلها واحده تقول لها ايه ده انت وشك تعبان، صحيح وشك فيه حاجه، تيجي تقول لها دكتور انا وشي تعبان، وشها فعلا زي القمر مفيش اي حاجه. بالعكس ده لما نزلت وشها نور اكتر، ملامحها بانت، ملامحها بانت وتحسنت وبقى فيها جمال اكتر. فبالتالي مين اللي وشه بيضعف، مين اللي بيتعب مع النظام؟ اللي بيعمل نظام كيميكال دايت او انظمه كيماويه، انظمه اللي هي ما فيهاش اي نوع من الغذاء. صحيح. انا يمكن قلت معاكم في حلقه قبل كده، انا فعلا جات لي بنت عندها 20 سنه قعدت حوالي 6 شهور بتاكل زبادي، بتعتمد على نوع واحد بس وعن طريق طبيب. فدي طبعا، النهار المشكله بقى في البنت دي فعلا مش بس وشها، لو وشها تعب جدا فقد جزء كبير جدا جدا من الدهون المهمه في حياتها. الحاجه الثانيه ان هي نفسيا متدمره طبعا. الحاجه الثالثه ان هي تقريبا كل هرمونات جسمها اتلخبطت، البيريد عندها ملخبطه، حياتها ملخبطه، هم دول اللي بيضعفوا. احنا لا ندعو ابدا للانظمه الكيماويه، انت صحيح. لما بتنزل بنظام غذائي متوازن ما بيحصلش المشكله دي، وما عادش ما بقاش موضه اصلا كمان الوش المليان ده، الخدود اللي مش بقاش موضه. كله دلوقتي بيحدد وشه، كله بيجوا ده بيجوا يقول لنا احنا عاوزين نشفط الدهون بتاعت الخد عشان نبان منحوتين والغمازات والكلام ده كله. بس عايز اكد يا دكتور ان الوش المنفوخ ده مش منفوخ على الفاضي، ده دي دهون، دي دهون، تخيل دهون في وشك، صعب قوي بالظبط. فطبعا انا لا، ما توقفيش. الحاجه الثانيه الستات فيهم نفسيه شويه، يعني فيهم شويه بينفسنوا من بعض شويه، انا احبطها علشان تتخن عشان بالظبط. فخلي بالك الكلام ده كله بيكون بيدي طاقه سلبيه طبعا، بيبقى بيرجع لورا. انت اهم حاجه بالنسبه لنا ان انت تستخدمي دايت متوازن، كل عناصر الاكل موجوده فيه عشان تنيكي محافظه على بشرتك من نزول الوزن، في النهايه في مصلحه صحتك وشكلك هيبقى احسن واحلى. فده مهم جدا نقوله لهم ويبقوا عارفينه يعني. طيب جميل يا دكتور، احنا زي ما قلنا في البدايه ان احنا مجمعين اسئله كتير جدا، الاسئله كلها خاصه بالالياف، يعني الناس عايزه تتبع نظام، عايزه يبقى حاجه تديهم الاراده، فكل الناس كانت عايزه تشبع رنا مش كده؟ كانت عايزه تشبع كله كان جعان. طيب خلينا نبتدي بسرعه، في سؤال من احمد بيقول ان هو عنده سمنه واصله ل 110 كيلو، ده عامل له مشكله لانه طوله 161 سم،
بيحاول يعمل ريجيم بس مفيش اي امل، وبيقول ان هو عايز يعرف الالياف ممكن تفيده في حالته ولا لا. عنده كم سنه؟ لا مش قايل. مش قايل طبعا. 100 يعني 110 كيلو ده وزن كبير قوي طبعًا. على طول طبعا طبعا كمان 161 ده هنعتبره كمان سمنه يعني من اصحاب السمنه المفرطه زي ما بيقولوا. طبعا بنحذره وبننبهه جدا ان تخلي بالك انت لازم تاخد الخطوه، ما تقولش بقى في النهايه انا جربت ريجيمات كتير ومش ريجيمات، مفيش الكلام ده كله. حضرتك عمرك ما جربت ريجيم ما نزلتش فيه 10 كيلو بس انت اللي ما كملتش. كلهم لما كلهم بلا استثناء اللي يقول لك انا جربت ريجيمات كتير يا دكتور وما ينفعش معايا، هو وقف في نص الطريق. هو متوقع ان هو في شهر هيخلص الموضوع. طبعا 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 واضح ان 110 كيلو اذا شهيته كانت كبيره طبعا. مفتوحه على الاكل، لازم ينزل كميات الاكل اللي كان بياكلها ومنتهى البساطه للنص عن طريق لو هو عنده شهيته بيقدر يتحكم فيها تمام. ما عندوش طبعا استخدام الالياف هيساعده الى حد كبير جدا جدا ان هو ينزل. لو نزل بالمعدل بتاعنا بتاع ممكن في حدود 8 كيلو كل شهر، هو في 4-5 شهور هيكون مخلص المشكله، هيظبط جسمه طبعا تمام. طبعا طبعا. يسرى قررت يا دكتور انها تعزز ارادتها واختارت على طول، بتقول هي عايزه تعرف ايه هي الالياف الطبيعيه وازاي تقدر تستخدمها. حلو. الالياف الطبيعيه هي حاجه بتتحكم في شهيتها بحاجه بتقلل شويه شهيه على الاكل. ما قالتش وزنها كام يا نور؟ لا هي عايزه تمام. اعرف الالياف الطبيعيه بتستخدم تمام. الالياف ما هي مجرد الياف طبيعيه، الياف غذائيه وظيفتها ان هي بتملى المعده، ليها قدره كبيره على انها تشرب الميه فتكون مركب صلب. المركب ده بيقعد في المعده. احنا كان الغرض كله احنا قعدنا سنين نشوف ايه المشكله. المشكله كلها في معانا في الشغل بتاعنا ان الناس ما بتقدرش تقلل كميات الاكل اللي احنا بنقولها. صح. نقول لهم كلوا كميات اكل قليله بيبقوا متضايقين. فالالياف هنقول ليسرى دلوقتي هي دي التجربه حتى هتوضح اكتر وتوري الناس اكتر. هي الالياف حاجه الياف غذائيه ليها قدره كبيره جدا على امتصاص الميه. لما بتمتص الميه بتكون مركب صلب. احنا كنا عايزين نحط حاجه، احنا عايزين ناس تشبع فعاوزين نحط حاجه في المعده. الحاجه دي احنا كنا بنعملها في بالون المعده وبتبقى لطيفه جدا. نحط حاجه جوه المعده تنيها موجوده عشان تشعرهم بالشبع لفترات طويله. انت عندك مشاكل كتير مع الناس اللي بتاكل كتير، الناس اللي بتخرج كتير، الناس اللي بتقعد في شغلها فترات يعني طويله. يعني هو الهدف ان في حاجه حجمها كبير تفضل قاعده في المعده مده طويله. زي ما انت شايفه كده احنا فضينا الالياف في الميه بنقلبها. هي ليها قدره كبيره على امتصاص الميه. احنا بنبقى عايزين الناس تشرب لتر ميه كامل او كوبايتين ميه اللي وزنه اقل من 100 كيلو، بس ما نقدرش ندوب الالياف في ده لان احنا عايزين تكون كميه قليله يشرب ياكلها وبعدين يشرب وراها الميه. واحنا بنقلبها هنا بتزداد لزوجه او بتزداد سمكا. ليه تزداد سمكا؟ عشان اعرفك اكتر ان هي حاجه هتعمل حاجه صلبه. لما حتى انت تشوفي التقليب نفسه بقى بدا يبقى اصعب شويه. لما بتشرب الميه بناكلها بتكون حاجه زي قوامها زي الزبادي او الجيلي كده، فبناكلها بالمعلقه وناخد وراها كوبايتين ميه. طعمها بقى يا دكتور ده شيء طعمها في طعم القرفه كده لطيف. انا عن نفسي بستخدمها ما بشوفش فيها اي طعم وحش يعني. المعلقه زي ما انت شايفه كده. احنا ليه بنقلب الكوبايه؟ عايزين نوريك انها مش هتنزل من المعده لان احنا الكوبايه دي بنشبه المعده بالظبط كده. الناس اللي وزنها اقل من 100 كيلو بيشربوا كوبايتين ميه، اللي اكتر من 100 كيلو بيشرب 3 4 كوبايات ميه. وكل ما شربنا ميه اكتر كل ما هي شربت الميه ده اكتر كل ما كانت مكونه مركب اكبر ملا المعده كلها. الكوبايه الثانيه او المعده الثانيه ازاي الالياف هتتحد مع الماده الدهنيه اللي بتبقى موجوده في الاكل وتاخدها بدون امتصاص فتنزل على الامعاء ثم الاخراج بدون امتصاص، فالجسم ما بيستفدش منها او بتدخل جسمك الدهون. طبقه الزيت اللي فوق زي ما انت شايفه قلت جدا، ده معناها ان امتصت جزء كبير من الدهون، يمكن 90% من الطبقه الدهنيه اللي كانت في اول الكوبايه او في اعلى الكوبايه قلت. يبقى انا كده قدرت ان انا املى المعده وقدرت في نفس الوقت ان انا اتخلص من الدهون اللي قد تكون كتير موجوده في الاكل. تمام. بس طيب في سؤال من ميرنا، والسؤال ده يعني هو مش بيخص ميرنا بس، انا شايف ان هو بيخص بنات كتير جدا خاصه اللي هم بقى قبل الجواز كان جسمها كويس ومتناسق، وبعد الجواز والحمل والولاده لقت نفسها واحده ثانيه خالص. بيتهموا الجواز طبعا، ده بيعلقوا على الشمال بيعلقوا عليها طبعا. مفيش تعارض بقى يعني، احنا خلاص خلص بقى الكلام ده. الحمد لله دكاتره النساء بتوعنا على قدر كبير من الوعي والمفروض انك بتتابعي مع دكتور بقى يشجعوا ان انت تحافظي على وزنك، النظام اللي تاكليه بيعرفك تمارسي رياضه ايه اثناء الحمل، بيعرفك اثناء الرضاعه تاكلي ايه. مفيش الاكل اللي كنا بناكله زمان اللي بترضع دي اكلوها اكل كتير وكده، فطبعا مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. احنا عاوزين هنا ندق جرس انذار او جرس خطر على البنات المقبله على الزواج، على الامهات اللي شايفه البنات
بالوزن الكبير وسايباهم. تشجعي بنتك انها لان احنا مشاكل السمنه مع البنات اضطرابات في الدوره الشهريه، اضطرابات في التبويض، تاخر انجاب، بعد كده مع الحمل عيوب خلقيه بتحصل، مشاكل اثناء السمنه بتدمر اثناء الولاده، اكتئاب ما بعد الولاده اللي زاد الى حد كبير، باظ هي اصلا وزنها عالي وباظ شكلها مع الحمل اكتر، مش قادره هي تبقى هي بعت بتقول ان وزنها زاد 35 كيلو. يا خبر ابيض. طبعا 35 كيلو يا ميرنا، يا ميرنا صدقيني والله انت اللي كلتي، والله انت اللي كلتي، انت اللي اكلتي اكل اكبر بكتير، استسلمتي للموضوع. ده نص انسان تاني يا دكتور. طبعا نص طبعا انسان طويل وعريض. بس احنا عاوزين ننبهها ان تقدر تنزل، لان ده كله وزن مكتسب اكتسبته مع الحمل والولاده. استخدام الالياف هيساعد ميرنا كويس جدا جدا، لان هي الفتره دي اكيد شهيتها مفتوحه. لو هي 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 بترضع او حاجه، ايوه يعني بتقول لك ان هي بعد الحمل والولاده زادت 35 كيلو، تقدر تستخدمها على طول مع الرضاعه. هي امنه، تقدر تستخدمها عشان تقدر تقلل كميات الاكل بتاعتها. احنا اثناء الرضاعه ما بيبقاش في اي مشكله، يعني فرقها عن الدايت العادي ان هي محتاجه تاخد كوبايه لبن بس، فمش هيبقى في اي مشكله بالنسبه لها انها تستخدمها. هتقلل كميات الاكل وهتضمن الاكل بتاع البيبي، مفيش اي مشكله ومفيش اي مشاكل معاه. حلو جدا يا دكتور. احنا طبعا زي ما احنا متعودين دايما ان احنا بنحب ناخد قصص نجاح او ناس بدات في مشوار ان هم يقدروا ينزلوا في الوزن الزياده، ويشجعونا كمان ويشجعوا الناس اللي عايزه تنزل نسمع منهم قصتهم. معانا مدام امل على التليفون. الو يا مدام امل. مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله كويسه. منورانا. وكنت عايزه اسالك، بقالك قد ايه بتستخدمي الالياف الطبيعيه؟ والله انا بقالي بالظبط كده 15 يوم. حلو قوي. كان بدأ وزنك قد ايه؟ انا كان وزني 85، امبارح قست وزني لقيته 82، بس مش عارفه حاسه انه بطيئه شويه ولا هو كده حلو. عايزه اساله الدكتور. هجاوبها. 3 كيلو في 15 يوم. لا طبعا 3 كيلو في 15 يوم مش قليل، بس اللي انا عايزه اضمنه معاكي ان احنا الالياف الغرض منها ان تقلل كميات الاكل مش تمنعها. يعني انا عايز اعرف النظام اللي انت ماشي عليه، هل انت بتفطري الصبح اول ما تقومي من النوم؟ هل انت بتاكلي بشكل متتابع ولا انت بتعملي ايه بالظبط؟ ولا انت بتاكلي وجبه واحده في اليوم مع الالياف؟ لا انا الصبح باكل عادي ربع رغيف بلدي عادي، ومثلا بضايا او جبنه بس اللي هي فيتا دي، وباجي بعديها بشويه اكل خيارايه، اكون متريه حاجه كده. ممتاز. وبعدين الظهر بتغدى الغدا العادي اللي احنا عاملينه في البيت، يعني ما بعملش حاجه مخصوصه، بس باكل حلو يعني. مش يعني كم معلقه رز مثلا؟ لا ممكن 3 معالق 4 معالق، ممكن ما اكلش رز خالص يعني. كويس. اكل سلطه وحاجات كده. لا كلي قليل النشويات، يعني الثلاث اربع معالق رز مش هتبقى فيها مشكله عشان الباور. بالظبط. طبعا. والعشاء باجي بقى لا باجي بقى بعديها في النص برضو اكل مثلا. هو الروماني يا دكتور بيتخن؟ لا هو بالنسبه لنا احنا سمر، لما يعني لازم تكون انت محدده، يعني احنا ليكي 3 ثمرات فاكهه في اليوم. ما يقابل ثمره الفاكهه ما يقابل نص كوبايه رمان حب، يعني تجيبي الحب وتحطيه في نص كوبايه يبقى هو ده ثمره. مش تقعدي ايه يعني ايه تجيبي كام واحده رمان وتقعدي بقى ايه لا لا هو حبه صغيرين. بالظبط. هو ده. ساعات باكل زبادي لايت عليه ليمون او عليه كمون، او ساعات ما باكلش بصراحه زبادي خالص. ممتاز. انا عايز 3 لتر ميه في اليوم كمان بالاضافه للكلام ده. انت ممتازه جدا، هايله. الوزن بتاعك اصلا انت وزنك كان كام في الاول؟ انا كنت 85. طيب ان شاء الله. لا 3 كيلو كويس. لو احنا مشينا بالمعدل ده هتلاقي نفسك احسن واحسن. لو نزلتي حوالي 8 كيلو في الشهر هيبقى انجاز، ده كويس. معدلك ما فيهوش اي مشكله، المهم تستمري لحد ما توصلي الوزن اللي انت عايزاه ان شاء الله. هي المشكله عندي الميه، ممكن انا قليله في الميه. لا الميه من العناصر الرئيسيه في زياده التمثيل الغذائي، تقويه المناعه، وهتقلل كمان شهيتك شويه كمان. فالميه مهمه جدا، 3 لتر ميه في اليوم اثناء انقاص الوزن. انا بشكرك جدا يا مدام امل، وان شاء الله هنرجع نكلمك تاني لما توصلي للوزن المناسب، او انت ترجعي تكلميني تاني لما توصلي للوزن المناسب وقريب ان شاء الله. شكرا يا مدام امل. حلو جدا. النقطه دي مهمه قوي، ان لا هي نزلت 3 كيلو، 3 كيلو ده كويس جدا. مش عاوزين احنا عايزين في الاسبوع من كيلو ل2 كيلو. حلو. فبالنسبه يعني لنا ده كويس جدا. المهم تستمر كام شهر لحد ما توصل للرقم اللي انت عايزه. احنا قلنا ان اسباب فشل الدايت دايما هو التوقع المبالغ فيه. احنا عايزين نبقى وسطيين، وعايزين نبقى فاهمين ننزل ازاي والارقام ايه. هنا هنوصل لنتيجه ان شاء الله. تمام. طيب ناخد النص الاخر بقى من المجتمع، ومعانا استاذ ادهم. اهلا بيك. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا. مساء النور معاك دكتور احمد. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم.
اخبار حضرتك ايه؟ انا تمام، طمني. نزلت كام كيلو؟ زي الفل والله يا دكتور، نزلت 3 كيلو يعني ما بين 3 ل 4 كيلو، والاعشاب ممتازه بصراحه، يعني حاجه كويسه قوي. اتحكمت في شهيتك ازاي؟ انت ايه كانت ايه المشكله؟ انا كنت بجوع على طول، فدلوقتي خلاص يعني باكل عشان على شكل الاكل فقط، يعني مش احساس بالشبع متواجد بشكل مستمر يعني. انت في مده قد ايه نزلت الوزن ده يا استاذ ادهم؟ انا نزلت في اسبوع 4 كيلو. في الاسبوع 4 كيلو؟ كويس جدا. تمام. انا اهم حاجه بس ان انت تعود كمان نفسيتك على فكره انك تاكل اكل كميات اكل قليله. انا عايزك تخرج من التجربه يعني مغير اللايف ستايل، مش مجرد انك تنزل وانت بتاخد الالياف وبس. انا عايزك في خلال الفتره اللي بتاخد فيها الالياف انك تعتاد النظام الغذائي الصحي، عشان خلاص بقى تخلص من موضوع السمنه ده ويكون حاجه يعني ماضي وانتهى، يعني بحيث ما ترجعش تاني. انت حسيت يا استاذ ادهم في الفتره دي بتغيير في طريقه اكلك، في كميه اكلك؟ اكيد اكيد، فرق شاسع بصراحه بامانه. جميل جدا. حتى لا بصراحه من شغله كويس قوي قوي يعني. طب الحمد لله. الحمد لله. جميل. استاذ ادهم صوته صوته فرحان ومبسوط. شكرا ليك يا استاذ ادهم. شكرا. حلو ان الناس اللي بتنزل تحس ان انت يعني هم مبسوطين وسعداء. انا احنا معانا دلوقتي استاذ سيد على التليفون، بس يلا. انا يعني استاذ سيد، الو. عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سيد، حضرتك بتستخدم الالياف من امتى؟ بقالنا اسبوع. من اسبوع. طيب بدات كده وانت بدات تاخد الالياف وانت كنت كام كيلو؟ والله احنا الالياف كانت جايه للجماعه بتوعنا يعني الزوج. تمام. تمام. كانت 110. الحمد لله يعني في تحسن، وبدا موضوع الثدي الصدر بتاعها يخس وتحس بخفه في وزنها يعني في شكلها عموما يعني. لقيته في لاحظته ان هي نزلت في الوزن. ايوه. الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب طريقه اكلها اختلفت في الفتره دي؟ طبعا كتير جدا. يعني لان الالياف ديت بتقف في المعده فتره كبيره وما بتديهاش فرصه ان هي تاكل يعني. طيب ده حاجه كويسه. حضراتكم بتعرضوا على الشاشه. تمام. كويس. جميل. طيب انت عندك اي سؤال حابب تساله الدكتور احمد؟ والله احنا بعد اذن الدكتور يعني الله يبارك لك يا دكتور ويوفقك ربنا يا رب. ربنا يخليك يا استاذ سيد. احنا ممكن نكرر ان الوزن 110، ممكن نكرر مفيش فيها ضرر عليها. مفيش اي ضرر خالص، مفيش اي ضرر خالص. بس انا ببقى انا في نظام غذائي انا بنصحها بيه بيبقى موجود مع الالياف، حاولوا تمشوا عليه. ماشي، احنا ماشيين عليه ان شاء الله، والحمد لله في نتيجه محسوسه كويسه جدا يعني. ان شاء الله تبقى مبسوط، خليها تستمر. احنا دي الياف طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل خالص، ما لهاش اثار جانبيه، فان شاء الله توصل للرقم اللي هي عايزاه ان شاء الله يا استاذ سيد. شكرا يا استاذ سيد، نشكرك وان شاء الله برضو ترجعوا تكلمونا تاني لما المدام توصل للوزن المثالي. شفتوا الرجاله بيقفوا ازاي مع زوجاتهم؟ دي حاجه السؤال اللي كان عندي ليه علاقه بالازواج والزوجات. يعني استاذ ادهم بيقول ان هو نزل 4 كيلو في اسبوع، قبله على طول المكالمه اللي كانت معانا كانت من سيده مدام امل تقريبا، وبتقول ان هي نزلت 3 كيلو. هل في فرق عشان هي مثلا هاوس وايف قاعده في البيت؟ الحركه بتفرق؟ الحركه الحقيقه مش بتساهم الى حد كبير في الموضوع. الرياضه مهمه جدا للصحه العامه، لكن انقاص الوزن بيعتمد بشكل كبير جدا على الاكل والتقليل من الشهيه وتقليل من كميات الاكل وترتيبها، فده مهم جدا بيختلف. مش شرط رياضه يا دكتور اللي كنت بسال عنها، هو بس الرياضه مهمه جدا جدا جدا، بس احنا مش عايزين اكتر من نص ساعه مشي 5 مرات في الاسبوع. ولو ما عندكش وقت ده مش مشكله، المهم ابدا بس تنزل في الوزن وبعدين يعني الرياضه هتيجي في اي وقت، مش هيبقى فيه مشكله. طيب يعني يتبعوا نظام غذائي، واللي ما عندوش اراده يتبع الالياف وباذن الله هيجيب نتيجه. طبعا. بجانب ده كله الرياضه ما تنسوهاش، علشان في الاول وفي الاخر تنسيق القوام والمحافظه على الوزن اللي احنا بننزله. مثلا انزلوا تمشوا صح على سبيل الفسحه ومن غير اكل ارجوكم. بالظبط. مشاهدينا احنا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، كان منورنا ومنوركم النهارده دكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. نورتنا دكتور احمد. متشكر جدا يا رب. شكرا لك. شكرا دكتور لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.